جهاز عرض البصائر او جهاز ال LCD بروجكتور او جهاز الداتا شو بروجكتور، ويستخدم لعرض البيانات والعمليات التي يجريها جهاز الحاسوب، او يقوم بعرض العروض التقديميه او البرامج التعليميه امام الجمهور او مجموعات كبيره تعليميه. ويستخدم جهاز الLCD البروجيكتور في عمليات التعليم او في العمليه التعليميه بشكل كبير، وهو يقوم بنقل البيانات من شاشة جهاز الحاسوب إلى شاشة عرض كما هي موجودة أمامكم، يطلق عليها باسم السبورة الضوئية. تكون جهاز LCD البروجيكتور من مجموعة من الأجزاء، أولها العدسة المحدبة، ويتم من خلالها تسليط الضوء على شاشة LCD البروجيكتور كما هو واضح أمامكم، ويتم وضع غطاء للمحافظة على سلامة العدسة ونظافتها من الأغبرة والأتربة، بالإضافة إلى زوم التكبير أو ضبط الشاشة ووضوحها، كما أيضا من الأجزاء المهمة اللي هو قارئ أشعة الراديو في جهاز LCD البروجيكتور لاستقبال البيانات أو الأوامر من الريموت الذي يتم التحكم في الجهاز به عن بعد. أيضا لدينا فلتر الهواء والذي يقوم بتمرير التيار الهوائي إلى العدسة لتبريد حرارة الجهاز. أيضا لدينا السماعات، وهي تقوم بإخراج الأصوات في حال توصيله بأحد الأجهزة التي يحتاج إلى صوت بها. أيضا فتحة التهوية، وهي تقوم بإخراج الهواء الساخن الداخل من فلتر الهواء للتبريد على عدسة الجهاز. أيضا لدينا مجموعة من الأزرار، ويطلق عليها لوحة التحكم الخاصة بجهاز LCD بروجيكتور. أيضا لدينا قاعدة لتثبيت LCD بروجيكتور، وهي عبارة عن برغي يتم ربطه في القاعدة السقف العلوية كما هو واضح في الصورة. أيضا من مكونات جهاز LCD بروجيكتور هي مجموعة المنافذ الموجودة في الخلف كما سترونها الآن ويتم الحديث عنها. منافذ التوصيل أو مخارج جهاز LCD بروجيكتور، يتكون منافذ التوصيل من مجموعة من المنافذ، منافذ خاصة بالطاقة توصيل التيار الكهربائي إلى جهاز LCD بروجيكتور، منافذ الداتا وتستخدم لنقل البيانات من جهاز الحاسوب إلى جهاز LCD بروجيكتور، بالإضافة إلى منافذ الصوت أو الصورة في حال توصيله لجهاز الفيديو أو جهاز الحاسوب. بيئة العرض المناسبة لجهاز LCD بروجيكتور، كما تلاحظون بيئة العرض المناسبة هي الإحتال الجزئي، لا نور 100% كامل ولا اعتام 100%، فهو بين البينين. أيضا من أهم الأشياء في بيئة عرض جهاز LCD توفر شاشة LCD بيضاء كما هي موجودة أمامنا في الصورة لعرض الإسقاط الظاهر من شاشة LCD بروجيكتور. كما أيضا من البيئة المناسبة توفير جهاز تكييف داخل قاعدة LCD بروجيكتور للمعادلة ما بين درجة الحرارة المنبثقة من استخدام الجهاز داخل القاعة الصفية.